ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. نروح للأخبار اللي هتحصل النهاردة. النهاردة تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن مشروعات مسكن، وده للأراضي اللي تم التقدم عليها خلال الفترة من 12/4/2024 حتى 30/5/2024، وهيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. النهاردة هيستقبل مهرجان العالمين الجديدة في أسبوع الثالث اللي بينطلق اليوم عدد من الفعاليات الفنية بالمنطقة الترفيهية بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. فالنهاردة هيشهد المهرجان كارنفال فني بمشاركة فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي وفرقة مطروح للفنون الشعبية. كمان النهاردة هينظم قطاع الفنون التشكيلية معرض للكتاب موازي للمعرض العام في دورته الـ44 اللي بيقام بقصر الفنون وقاعات الأوبرا التابعة للقطاع بدءاً من اليوم، وبيستمر حتى يوم 31 من الشهر نفسه بقاعة إيزيس بمتحف محمود مختار من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً. وبيقدم معرض الكتاب العديد من الكتب اللي بتتعلق بالفنون والعمارة من إصدارات قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة المصرية للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق.